وبنشتغل به هو 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 هو. وصلي على رسولك يا إلهي وعترته وصحبه ما ذكرت. وزي ما ذكرنا قبل كده قلنا أي ساحر اشتغل السحر ما برجع بتوب أبدا خالص إلا من رحم الله، خاصة لو زول دخل في عالم الجن لأسباب كثيرة جدا جدا جدا. أولها الجاه والأبهة والناحية الاقتصادية، ثم ثاني ما فيش إنسان، كلكم ما قاعدين أنتوا ملائكة ما ملائكة معصومين من الخطأ؟ في زول بيقعد لقدام الناس بيتكلم عن خطأه؟ لأن مسألة بيرتكب فيها أخطاء كثيرة جدا، ما بيقدر بيجي بيتكلم. ما في زول جريء يقعد لقى الناس قدامه ويقول لهم أنا والله عملت الخطأ الفلاني الخطأ أصو. كلكم القاعدين ده عملتوا أخطاء. أتحدى أي واحد فيكم يجي يقعد هنا ليه هنا ده يقول لي أنا والله في حياتي عملت جريمة كذا وعملت كذا وعملت كذا، زي ما أنا بتكلم وأنا صاحب تجربة في الشغل ده، دي كلها جرائم عملتها أنا. وأتحدى فيكم أي واحد يجي يقعد لنا هنا يتكلم عن جرائمه؟ في زول بيقدر يتكلم؟ ما في زول فيكم شجاع بيجي بيتكلمنا عن جرائمه سوا؟ ليه؟ وكلكم ولا أنتوا ملائكة؟ ارتكبتوا ذنوب ولا ما ارتكبتوها؟ دي واحدة من الأسباب اللي بتخليه أنه إذا كان تاب ما بيتكلم بيسكت، لأنه ما ممكن الناس دي كلها تعرفك أنك أنت بتعمل كذا، بتزنى، بتكذب، بتسلسل القرآن كذا، بتكتب بنجاسات، بتنقصه، بتزيده. ما دي واحدة من الأشياء بيخلوه أنه ما يتكلم. ثاني من الأسباب أنه عداء، عداء عالم الجن وعالم الشياطين، اللي اتنين اللي بيعادوا. وأخطر شيء يعاديك الجن، أخطر من أنه يعاديك يعادوك السحرة، لأنه الجن لا بنوم ولا بكل ولا بمل، ليل ونهارهم تابعك. إذا كان أنت دخلت فيهم وطلعت منهم طيب تتكلم فيهم ما بيخلوك أبدا، لتكون حذر جدا وتتحصن وربنا يحميك منهم. عشان كده هم ذاتهم بيبرروا، شوف التبريرات، الناس الشغالين الشغل ديل بيبرروا، بيقولوا شنو بيبرروا للكلام ده وما يتكلموا بقول الناس، بيبرروا بشنو؟ بيقول لك ده اسمه علم الحقيقة. الشغل الضلالات دي بيقول لك علم الحقيقة، في ظاهر وفي باطن، أديل بيقول لك في ظاهر وباطن، في علم الظاهر وفي علم الباطن. نحن بنشتغل بالباطن، الشيوخ ديل الناس الواصلين ديل بيشتغلوا بالباطن، والناس العوام بيشتغلوا بالظاهر. إذن علم الحقيقة ده اسمه علم الحقيقة، حق اليقين، عين اليقين، العلم اللدني، علم المكاشفات، ده التسمية، ده زخرف القول، ده تلمع للمدسوس والضلال والكفر والشرك، ده بيلمعوا لك بطريقة زي ده، بيلمعوا لك علم الحقيقة، بيلمعوا لك العلم اللدني، علم المكاشفات، علم الأسرار، سر وجهر. بيقول لك وعلم الحقيقة من أباح بسره. شوفي شغلة ده واحد منهم، علم الحقيقة من أباح بسره للغير. أنتوا ده الغير، لأنه ما عارفين علم الحقيقة، كلكم ما عارفين علم الحقيقة لأنكم جيتوا غير. يعني علم الحقيقة من أباح بسره للغير أهدر ماله بعد الدم. لم يستطع موسى الكليم لخضره صبرا عليه فكيف بالمتعلم. شوفوا الشغلانية دي، شوفوا الرأي ده صليط لسان ولا ما صليط لسان، ده مزخرف بتاع قول باشتراك مع عالم الجن والشياطين. فعلا هذا الرجل الذي ألف هذه القصيدة رجل شيطان من شياطين الإنس، شيطان من شياطين الإنس يتعاون مع شيطان من شياطين الجن عشان يجيبوا بيت السعر، بيت الشعر ده في قالب كده لطيف تقبلوه وتعتقد اعتقاد جازم أنه في الدين ده فيه سر وفيه جهر. في ناس بتعاونوا بالسر وناس بتعاونوا بأسرار الشغلة، والعوام بتعاون بالجهر. حتى كمان يبرر لك ويقول لك الصلاة ذاتها فيها سر وجهر، ويبرر لك بشريعة موسى والخضر، ده قاصد الحتة دي، شغلة موسى والخضر. موسى عنده العلم اللدني وعلمناهم اللدنة علما، موسى ده نبي، أقصد الخضر، لأن العلم اللدني من عند الله وعلمناهم اللدنة علما، ربنا علمه بطريقته، وده نبي ربنا بينزل له وحي، ينزل له ملك بيوحي له، ده شيء مفروغ منه، الأنبياء والرسل ربنا بيوحي لهم. لكن العادين الأولياء الصالحين ربنا بينزل لهم وحي، بينزل لهم جبريل بيتكلم معاهم ما بيتكلم معاهم.
يقول لك علم الحقيقة من أباح بسره للغير أحضر ماله بعد الدم. لم يستطيع موسى الكليم لخضره صبرا عليه فكيف بالمتعلم. يضرب لك مثل بموسى والخضر. موسى ده شغال بالظاهر والخضر شغال بالباطن. وده رسول وداك نبي. الرسول ما قدر يحاسب النبي تبرير ما بتقدر تنفك منه كله كله. ولكن عين الضلال أين الضلال؟ والله إنه ضلال كبير جدا. يبرر لك بالكلام ده ويمكن يبرر لك بأساليب آخرة كثيرة جدا. لكل منهم له أسلوبه الخاص عشان يقنعك به ويعرفك أنه هو شغال شخص صح. وده العلم الباطني. وكثير منهم وأشجع واحد بالمناسبة كلهم نفس شفت الناس دي هم والهلاج وابن عربي واحد. والله كلهم مشتركين في قاعدة واحدة كلهم والله الذي لا إله إلا هو. يبروا لك بشغلة زي ده حتى يوصلوك للرب العالمين. بيقول لك بيوصلوك للرب العالمين. زمان كنا شغالين الشغل ده شيوخنا ومعلمونا وقعتنا نتجالسهم وفي مجالس خاصة مجالس خاصة. قال لنا يعني الواحد ممكن يصل عندنا جلسة الحضرة النبوية جلسة الحضرة النبوية يعني جلسة الحضرة النبوية بيجي بيحضر فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده ما بشوفه إلا القطب الأوتاد والنقبة والنجبة دي ما بشوفها. بشوف القطب لأنه في بعض الأذكار هنا في الخرطوم موجودة بيجيبوا يعني بيذكر ذكر معين بعد شوي يقوموا فوق مرحبا يا مرحبا بالمصطفى. ما معنى القوم الفوق ومرحبا يا مرحبا بالمصطفى معناها شنو؟ تقولين المسألة دي عادية؟ لا معناها المصطفى جا وصل صلى الله عليه وسلم. معناه محمد جوصل في الذكر ده جوصل عندنا هنا في مسجد محمد عبد الكريم. والجماعة اللي بيغادي برضو في المسجد ده وصلهم وكلهم في لحظة واحدة تلقاهم ديل قام وديل قالوا وديل قالوا وديل قال شغلة ذات عجيبة جدا جدا. يقول لهم جانا يعني هنا ها وجاكم انت في دونقول ايوه نعم وجاكم انت في الجنين ايوه نعم وجاكم انت في الكويت ايوه نعم وجا الجماعة ديل وكلهم في لحظة في اللحظات كلهم بيقوموا فوق وانه جاهم هو والشخص واحد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل يعقل هذا الكلام؟ ومسألة تلفز ولا شيء؟ مسألة ضلالات ما أنزل الله بها من ضلال. قالوا لنا جلسة الحضرة النبوية ودي كنا قاعدين نشوف عنها وصلت القطبية. كان يوم تجي تسكن زي ده عندنا حاجة بيضاء مفرشها في النص. الحاجة البيضاء بشرط أن تسع ستة أشخاص. المفرش البيضاء دي قماش قاعدين في حلقة والقماش ده قاعد قدامنا. معنى الكلام ده شنو؟ ده محل بتاع مجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بنصل مرحلة معينة من الذكر الزول الثاني لي كقطب بيقول لي قطب. كلمة قطب دي شفرة. بننتقل الذكر اللي بنكون نذكر فيه بنغيره لذكر الخواص. مثلا دي مثال الأذكار هي كثيرة لكن في مثل كل في ذكر كلكم بتعرفون لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عنين عندنا لها ذكر العوام الذكر الظاهر والعوام دي اللي زيكم كذي. أما نحن الشيوخ الواصلين إننا ذكر الخواص. وحتى الخواص عندنا ذكر خاص الخواص وذكر خاص خاص الخواص. عندنا حاجات زي دي مع العوام. كلمة لا إله إلا ده مثال. قد نذكر لا إله إلا الله وقد نذكر غيره وقد نذكر البسملة وعندنا لها نظام بتاع تغيير. لكن نقول كلمة لا إله إلا الله كيف أننا بنغيرها وبنعمل ذكر للخواص وذكر لخاص الخواص وخاص خاص الخواص. مثلا نجي بنفرش من فراشنا ده ونجي نحلقة ونبدأ بذكر العوام ذكر الظاهر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا بعد شوية قط بنغير لا إله إلا الله للإسم المفرد الله 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 القط. دي الشفرة الثانية. نغير الله ونقسم النص. انت تجيب جزء من من اسم الجلالة وانت تكمل. انا بجيب جزء وانت تكمل. الله هو الله هو. أنا أقول الله وأنت تقول هو. بعد شوية قط غيرناه من ذكر الخواص لخاص خاص الخواص. خاص خاص الخواص كلمة الله دي بنسحبها. بقى خشينا في باطن الذكر في اليقين في حق اليقين في عين اليقين في الذكر اللدني. ده علمنا له الله من لدنه. يعني شنو الله دي بنسحب كلمة الله وبنشتغل به هو 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 كلاب. وصل على رسولك يا إلهي وعترته وصحبه ما ذكرنا.